السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق جيم اولى سنة والترم الثاني. هنحل الامتحان رقم 11 و12 من صفحة 105 ل 110. انتظرونا. صفحة 105، التست رقم 11، اول سؤالين في 5 اختيارات، بنختار 2. رقم 1 في جملة، المهم the synonyms المرادفات لكلمة immediately بمعنى في الحال، تساويها يعني at once و instantly، لكن طبعا ايه في النهاية او اخيرا يعني. رقم 2، the government الحكومة works hard تعمل بجد to build stations لبناء محطات which can التي يمكنها نقط enough electricity كهرباء كافية. محطات يمكنها produce تنتج كهرباء او generate تولد كهرباء. من اول رقم 3 هنختار اجابة واحدة. 3، my mother doesn't keep food، مامتي لا تحتفظ بإيه للطعام، not in the kitchen في المطبخ، because it helps، لأن ده بيساعد البكتيريا إن هي إيه to grow، إنها تنمو، لا تحتفظ بفضلات الطعام waste. 4، المعنى المقصود عن هي خرائط جوجل ديت can help people، يمكنها مساعدة الناس، نقط through strange places، من خلال الأماكن الإيه الغريبة بالنسبة لهم which they travel to اللي بيسافروا لها، تساعدهم ان هم navigate يتنقلوا في الأماكن دي، يتوجهوا في طريقهم. 5، most modern buildings معظم المباني الحديثة have both stairs for walkers، فيها كل من ايه سلالم للناس اللي بتمشي عليها، and not for wheelchairs وللكراسي المتحركة، وكمان فيها ramps منحدرات للكراسي المتحركة. 6، working in the emergency room يعني العمل في غرفة الطوارئ في المستشفى كبرى is highly not work، يعتبر ايه بقى بدرجة عالية stressful مجهد. 7، if there is anything you don't understand، لو في حاجة ما انتش فاهمها، I'll be happy to not it to you، فأنا هكون مسرور إن أنا إيه أشرحها لك، explain يشرح يفسر، لكن دي معناه يتنمر. 8، we not diving، مع diving على طول باختصار بناخد إيه went diving، نقوم بالإيه بالغوص. 9، surely بالتأكيد مستر عادل will help you find a نقط، مستر عادل هيساعدك إنك إيه تجد إيه لمشكلتك، تجد حل solution. رقم 10، it's time ديت نيجي بعدها هنا فاعل فهيجي ماضي بسيط، تبقى الإجابة بيد، بس هي ايه مش بتعبر عن الماضي، بتعبر عن المضارع أو المستقبل. لقد حان الوقت إنك ايه تزور الهرم الأكبر. 11، my students طلابي some of not got the full marks، بعض منهم حصل على درجات الايه العالية، على درجات، are going to be honored، سوف يتم تكريمهم. some of هنا بيجي بعدها ضمير مفعول، فطبعا هنا ايه اللي هو students ديت ايه عاقل، يبقى المقصود هنا ايه some of them، هنحذف بقى them ونجيب ضمير مفعول، ضمير واصل يحل محل مفعول عاقل whom، يعني دي كان اصلها some of them، whom دي جت بدلا من ايه من ذم اللي يعيد على students طلاب دول عاقل. 12، he told me that he not into a new flat the week before، هو قال لي ان هو انتقل الى ايه عزل شقة جديدة الاسبوع الايه الماضي، دي متحولة الى غير مباشر، شال الاقواس وربط بذات، تمام كده. عايزين نعرف بقى الزمن اللي هنا the week before، دي كان اصلها ايه، كان اصلها last week. طب last week يعني تدل على زمن ايه الماضي البسيط، الماضي البسيط نحوله الى غير مباشر تبقى ماضي تام had moved انتقل الى. 13، my friend not me a good hotel to stay in، يعني صديقي اوصى لي او رشح لي يعني فندق جيد ان انا اقيم فيه، يرشح يوصي بي recommended. 14، درايفرز السائقين نقط ترافيك رولز قواعد المرور، قوانين المرور، تو انجوي سيف جيرنيز اون رودز، عشان يستمتعوا برحلات آمنة على الطرق،
لا يجب ان هم يخالفوا قواعد المرور. لا يجب يبقى تبقى نافية، يا سي يا دي، الصح هتبقى دي mustn't break. اما دي طبعا مبني للمجهول مش هتنفع. 15 they won't come to the party، هم مش هيجوا من الحفلة. not we invite them، اذا لم ندعوهم، اذا لم تبقى unless. without يجي بعدها، ما يجيش بعدها جملة كاملة، دي جملة كاملة فاعل وفعل. وهكذا in case of when هيبقى المعنى ايه مش مناسب. 16 the player got the gold cup، اللاعب حصل على الايه الكأس الذهبية. for playing well، لانه لعب ايه طريقة جيدة. he not trained hard، يبقى لابد ان هو ايه، لابد انه اتمرن بجد. انا بستنتج بقى استنتاج مؤكد مثبت في الماضي. must have، وادي التصريف الثالث اللي هو trained، استنتاج مؤكد ايه مثبت في الماضي، كلام هنا عن الماضي عشان كده ما اخترناش must be، ودي نافية ودي نافية ما ينفعوش. صفحة 106 قطعة بتقول ان الجيران اللي هم ليه القريبين مني هم المفضلين بالنسبة لي. الرجل ماله بقى، هو ضابط جيش متقاعد، وزوجته ما زالت ايه تعمل في جامعة ايه قريبة. هم عندهم كرم ضيافة، وعادة ايه بيعزموا اصدقائهم على الايه الغداء. بيكون شيء ممتع ان انا بستيقظ يوم ايه الجمعة صباحا على اصوات ايه عزفهم على الموسيقى، بتكون حاجة فنية رائعة. برغم من ذلك انا كمان بحب ايه اسمع لما بيضحكوا وهم بيرتكبوا خطأ في العزف على الايه الموسيقى، بالاضافة ايه لهوايتهم الموسيقى وكده. فان الراجل بيحب كمان ايه النجارة، ده من مازال ايه من اهتماماته. معظم الايام هو موجود في ايه مكان كده في الجنينة، بيعمل فيه بقى ايه حاجات ايه تبع إيه الاساس يعني في النجارة وكده. بيقول هنا من اول كلمة ماي، جيراني دولت مالهم مثاليين. إيه ليه بقى؟ لانهم بيكونوا ايه متعاونين في الحاجات اللي انا ايه بحتاجها منهم. انا بحترمهم لانهم عمرهم ما بايه ما بيتدخلوا، بمعنى يتدخل، ما بيتدخلوش في حياتي الشخصية، وانا بتصرف معاهم بنفس الطريقة. احنا ساعدنا بعض يعني في ايه حالات طوارئ، دي معناها حالات طوارئ عديدة، مثل ايه لو في حريق او في حادثة سيارة. بنتعاون مع بعضنا البعض في ايه حاجات ايه بسيطة كده، زي ايه، زي مثلا احضار الايه اللي هو البريد لما يكون حد فينا ايه خارج المنزل، فبيجيبوا ايه يوصلوا للتاني يعني. من اول كلمة we sometimes، احيانا احنا بنتقابل معاهم لما بيعزمونا إيه على الايه على القهوة، مع بعض من ايه نشرب قهوة معاهم يعني إيه مع بعض ايه من اصدقائهم، بيكونوا ناس ايه شيقين. هم دول بيكونوا ايه يا شعراء او رسامين إيه او ايه اساتذه الجامعه، بيكونوا ناس ايه كلهم ايه ناس ايه ممتع ان احنا نقابلهم. احيانا نذهب مع بعض الايه العروض الالعاب الناريه، بس كده كلها ايه بدور حوالين كده. هنقول معانا على طول رقم 17، في منزل الجيران الكاتب ميتس يقابل ايه انترستنج بيبول، ناس شيقين كده. 18 كلمة ليتل ويز اللي في القطعة دي معناها ايه؟ يعني خدمات بسيطة بيقدموها البعض، مش معنى حرفي يعني بعض اللي هي الطرق او طرق قليلة. 19 إيه طيب اهتمام الرجل ايه؟ طبعا بالنجارة. 20 الراوي يعني راوي القطعة دي اللي بيقولها يعني عنده جيران كتير. هو ورك از بيشتغلوا ايه بقى؟ ك شعراء، أساتذة الجامعة، رسامين، هتبقى الإجابة دي كل اللي فاتوا دول. 21 الكاتب بيحب جيرانه دولت لأنهم إيه كل الإجابات برضك متعاونين ومحترمين، هتبقى الإجابة دي. 22 جيران الكاتب دولت ناس مثاليين، معناها مثاليين. طيب ليه بقى؟ لان هما متعاونين، هتبقى الاجابة سي. 23 ما وظيفة اللي هو ايه الجار بتاع الكاتب ده اللي هو ضابط متقاعد، سي. صفحة 107
ترجم إلى اللغة الإنجليزية، 4 اختيارات. هنا الإجابة النموذجية هتبقى إيه؟ نشوف الباقيين خطأ في إيه بقى. بي خطأ في كلمة إن هو إيه، بيقول هنا مياه الشرب، هو قال مياه بس هنا، يبقى كده الإجابة ناقصة. سي إيه الخطأ في كلمة the river، النهر، وما قالش هنا النهر خالص، بيقول مياه الشرب. دي خطأ في إيه، local، محلي، هو بيقول مشكلة عالمية، global. الترجمة التانية، ترجم اللغة العربية، الإجابة النموذجية إيه؟ نشوف بقى الإجابات التانية خطأ في إيه؟ بي الخطأ هنا بيقول صديق هؤلاء الأشخاص المفاجئين، هما إيه؟ المذهلين، المدهشين، كل دول صح. سي إيه الخطأ؟ كلمة إيه دائما، لأنك دائما ما تجدهم، هو الصح إيه؟ لأنك نادرا، نادرا ما تجده. طيب دي ايه الخطأ، بيقول هنا هؤلاء الاشخاص الاغنياء، هم مش اغنياء بقى، هم زي ما قلنا ايه، المذهلين. يبقى الاجابة النموذجية ايه؟ صفحة 108، التست رقم 12، اول سؤالين في 5 اختيارات، بنختار 2. 1، I suggest that، انا اقترح ان ايه، my son ابني not hard for his exams، انه يذاكر بجد لامتحاناته. المهم عندي الفعل suggest ده، وجاي بعديه ذات، وفاعل هنا هيجي هنا فاعل في المصدر، تبقى study او should زائد المصدر، should study، ودي قاعدة عندنا من الاعدادي. 2، في جملة المهم the antonyms، المضاد لكلمة did، معنى ميت alive و living، اما دي معناها مؤثر. 3، changing the not every day is important، يعني تغيير ايه ده مهم كل يوم، to protect yourself، عشان تحمي نفسك من البكتيريا، تغيير ايه، bedding، ملاءة الايه، الفراش، اغطية الفراش. 4، the not can do some of the dangerous jobs، يمكنه ان يقوم بالاعمال الخطيرة، in factories، في المصانع، that man used to do، اللي الإنسان اعتاد أن يقوم بها، in the past، في الماضي، مين اللي ممكن يعمل كده دلوقتي؟ روبوت. 5، to be a good citizen، لكي تكون مواطن صالح، you should be، يجب أنك تكون إيه؟ not to your country، لبلدك، loyal، لديك ولاء مخلص، أما دي معناها عملي. 6، رامي trains very hard، رامي بيتدرب بجد، because he wants to win، لأنه عايز يفوز بميدالية في إيه؟ باور ليفتنج، رفع الأثقال. 7، I always، أنا دائما، not my phone، بعمل إيه في التليفون بتاعي؟ before I leave home، قبل ما أغادر المنزل، التليفون charge، إحنا ورانا غيره. 8، if you not your mind، إحنا عارفين دي مع your mind، change your mind، لو أنت تغير رأيك about coming tonight، بخصوص انك تيجي ايه الليلة، just give me a call، فقط اتصل عليا. 9، ساعات فيلت، مع فيلت هنا بنستخدم lonely، شعرت بالوحدة، after her husband had traveled abroad، بعد ما زوجها ايه سافر الخارج، she missed him very much، افتقدته جدا. 10، if you had an invitation to go into space، لو انت عندك ايه جات لك دعوة بقى للسفر للفضاء، الذهاب إلى الفضاء، نقط إت في علامة استفهام، يبقى ديت سؤال على هيئة سؤال. قاعدة إف هنا بعدها ماضي، ماضي إيه بسيط، تبقى دي الحالة التانية من إف، سؤال تبقى الإجابة would you accept، ما دي الحالة التانية بس إيه مش سؤال، الحالة التانية يجي هنا would زائد الإيه المصدر. 11، درايفرز، السائقين، نقط وير السيت بيلت، يرتدم حزام ايه المقعد، while driving into the city، اثناء الايه السواقة في المدينة، بيضطروا الى ذلك، يعني دي ضرورة مفروضة ايه، ضرورة خارجية مفروضة عليهم، have to.
12 can you kindly hand me the file، من فضلك ممكن تناولني يعني الملف ده. نقط cover is white، اللي الكفر بتاعه ابيض. whose للملكيه. 13 it was not when I had seen him coming، ده تعبير او ايه تركيب عندنا في القواعد. it was only when، nice only بس، كان فقط عندما، وبيجي معاه هنا that. 14 هي نقط to sit down، انه يجلس. until he had apologized، حتى اعتذر، لم يسمح له انه يجلس حتى اعتذر، يبقى لازم يعتذر الاول. until بيجي بعدها ماضي تام، قبلها ماضي بسيط منفي، في اتنين ماضي بسيط منفي A و C. الصح هتبقى C عشان المعنى لم يسمح له، ماضي بسيط منفي مبني للمجهول wasn't allowed. 15 she said that she not to strangers، يعني ايه الكلام؟ هي قالت انها شافت اتنين اغراب بيدخلوا المكتب، يعني 2 hours before، من ساعتين مضوا. الجملة دي متحولة الى غير مباشر، شال اقواس وربط بذات وحول الضمير هنا، تمام بقى شي يعني. المهم عايزين نعرف الزمن. before ديت كان اصلها ago، 2 hours ago، يعني كانت ماضي بسيط. الماضي البسيط تحول في الغير مباشر الى ماضي تام had seen. حاجات كلها مباشرة ايه من زمان ايه واخدينها. 16 I hadn't expected، انا لم اتوقع، المعنى المقصود انا لم اتوقع اللي هو ايه قاله ده ايه، ماضي تام. مش هيجي بقى اتنين ماضي تام، يبقى دي مش هتنفع، دي ماضي تام ودي كمان ماضي تام. الصح هنا ايه what he said، لكن which he said ديت طبعا ايه مش سليمة خالص. انا لم اتوقع ما قاله، يعني انا الاول ايه ما توقعتش اللي هو ايه قاله بعد كده يعني. صفحة 109 وده سؤال القطعة، هنقول فكرتها كده. بقول كثير من الخبراء يعتقدون ان ايه عدد السكان بقى كتير قوي في العالم دلوقتي، فهنا بيقول اذا لم يكون في تغيرات في تفكير الناس بخصوص انجاب ايه عدد كبير من الاطفال كده، فسكان العالم هيتضاعفهم في خلال 25 سنة. هيكون في اكتر من 20 مدينة سكانها اكتر من 20 مليون، بس هو دلوقتي مفيش الا مدينة واحدة اللي هي اكتر من ايه من 20 مليون. بعض الناس مش فاهمة يعني ايه زيادة سكانية بالنسبة لدولة زي استراليا، وبيدي مثال هنا على بلد ايه مثل ايه استراليا. استراليا ديت ايه المساحة بتاعتها كبيرة بس هي غير مأهولة بالسكان، يعني السكان ايه قليلين. في أسباب لذلك، أولا معظم الأرض بتاعتها مالها بقى صحراء مفيهاش ايه مية. تاني حاجة كمان في الأرض ديت ايه صحراء، فهي غير مناسبة لأي شيء ولا زراعة ايه حتى الايه الأعشاب. قول هنا في سبب آخر أو مشكلة أخرى كبيرة ممكن نواجهها بالزيادة السكانية في العالم ديت، ايه بقى؟ نقص الطاقة، الفحم هيخلص تمام والبترول، فما دول بقى يتم استهلاكهم ايه اللي هيحصل؟ مضطرين نجد حاجة ايه تحل محلهم عشان ايه توليد الطاقة دي. فبقول ايه ان احنا ممكن نعمل فعلا الكهرباء، نولد الكهرباء من حرارة الشمس او تحريك المياه، ولكن لسه ما عندناش التكنولوجيا الكبيرة اللي ايه تقوم بذلك. طيب ايه كمان بقى ايه اكبر مشكلة هنواجهها؟ ان ايه الهواء كمان بيكون ملوث سبب الزيادة الايه السكانية. الاسئلة هنا رقم 17 هتبقى الاجابة سي، والايه متوقع سكان العالم يتضاعفوا في خلال 25 سنة. 18 waterless يبقى arid يعني قاحلة فيهاش مية. 19 هتبقى الاجابة ايه، عندما الايه الفحم والبترول يتم استهلاكهم يخلصوا يعني لازم نبحث عن ايه مصادر أخرى للطاقة. 20 أفضل عنوان للقطعة ديت، الإجابة إيه؟ سكان العالم. 21 أستراليا هي نسبيا إيه قارة إيه؟ unpopulated غير مأهولة بالسكان. 22 كم عدد المدن اللي حاليا في 20 مليون؟ واحدة بس، بس ما قالش اسمها.
20 مليون نسمة يعني. 23 هتبقى الإجابة إيه؟ إيه السبب وراء إيه بقى إن عدد السكان في أستراليا إن هو قليلين يعني كده؟ طبعا إيه؟ كثير من الأرض بتاعتها صحراء. صفحة 110 عندي ترجم إلى اللغة الإنجليزية الإجابة النموذجية هتبقى إيه؟ طيب بي خطأ ليه؟ هنا بقول The Book Show، المفروض تبقى إيه؟ Book Fair، معرض الكتاب. شو بس يعني عرض. سير خطأ بردك في ماركت، بوك ماركت يا الصحي، بوك فير، معرض الكتاب. نفس الغلطة في دي، بوك شوب، ومسهلها أوي هنا. بوك شوب معناه محل بيع كتب مش معرض كتاب. يبقى الإجابة النموذجية إيه؟ الترجمة التانية ترجم اللغة العربية، عندنا 4 اختيارات، الإجابة الصحيحة دي. ايه الخطأ هنا؟ بيقول لي التعلم عن بعد. لا، هي ديت معناها التعلم عن طريق الانترنت، اونلاين ليرنينج. اما عن بعد ديت اللي هي ديستانس ليرنينج، ما تنفعش هنا. بي الخطأ هنا برضك ان التعلم عن طريق المنزل. سي الخطأ هنا تعلم الانترنت، انك تتعلم انترنت. لا، هو مش قاصد هنا، هو بيقول هنا ايه المقصود؟ ان التعلم عن طريق الانترنت. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.